هذا وركزت الجلستان الثالثة والرابعة من الملتقى الحكومي على خلق فرص عمل واعدة من خلال البرنامج الوطني للتوظيف ومواصلة العمل على بناء قاعدة صلبة داعمة للأعمال والاستثمار. سلسلة نجاحات تواصلها مملكة البحرين عبر العديد من برامجها التي من شأنها أن تخلق فرص عمل واعدة للمواطنين للانخراط في عملية التنمية المنشودة بما يعود بالنماء والنفع على الوطن والمواطن. برنامج الوطني للتوظيف اللي أطلق صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد أثبت نجاحه مثل ما ذكر بالتفصيل في ملتقى اليوم، وفر فرص نجاح غير مسبوقة لكل الباحثين عن عمل أو أصحاب العمل. الباحثين عن عمل حصلوا على فرصة كبيرة بمزايا كبيرة للالتحاق، رجال الأعمال أيضا حصلوا على مزايا عديدة من دعم الرواتب ودعم كلفة التدريب ودعم كثير من المزايا، فأصبحوا يعني عندنا فرصة كبيرة أدت إلى زيادة معدلات التوظيف اليومي، زيادة الشواغر المتاحة، ارتفاع نسبة الأجور. إعطاء المواطن البحريني التنافسية والقدرة على الدخول والتنافس في سوق العمل هو الأولوية لدى الحكومة، فكثير من المبادرات مثل برنامج توظيف الجامعيين أو برنامج الموازي للبحرنة أو برنامج البحرنة نفسه، جميعها ليس فقط تدخل البحريني في سوق العمل ولكن تجعله يتنافس مع العامل الوافد ليثبت مكانته ويأخذ حقه في السوق. المتحدثون في الجلستين الثالثة والرابعة أكدوا مواصلتهم في العمل نحو تحقيق الأهداف التنموية بروح فريق البحرين الواحد، مشيرين إلى أن استمرار الدعم في القطاعات كافة بأحدث التقنيات التكنولوجية ساهم في تعزيز الابتكار والإبداع. شرفنا اليوم باستلام الجائزة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول. الجائزة بالنسبة لنا حقيقة هي بكل معنى الكلمة تشريف، لكن بكل معنى الكلمة تضع علينا جهد أكبر مفروض أن احنا نسويه. الفوز بالجائزة واستلامها من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد صراحة شرف لنا جميعا في هيئة جودة التعليم والتدريب، ونعتز بها خصوصا أنها للمرة الثانية، وسنحرص دائما على أن أدائنا يكون للأحسن وللأعلى بحيث أن الخدمات اللي تقدمها الهيئة تكون دافع لرفع مستوى التعليم في مملكة البحرين. هذه الفرصة التي جمعت قادة الرأي وصناع القرار في حكومة مملكة البحرين برهنت عملية التطوير وأكدت تحقيق تطلعات المواطنين بما يتفق مع الرؤى المستقبلية التي تطمح لها المملكة في كافة القطاعات الحيوية، كما مثل إضافة إلى استعراض التوجيهات المستقبلية لرفع الأداء الحكومي بما يحقق الجودة والكفاءة. جاء هذا الملتقى الحكومي الرابع ليذلل العقبات والتحديات ويحولها لفرص واعدة أمام المواطنين، يكون هو المستفيد الأول في عملية التنمية المنشودة في مملكة البحرين. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.